السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مثال لو احنا عايزين نحدد مساحة أرض معينة وعايزين ندخلها في قلب سكادول، فليكن مثلا عندي فيل بالشكل دوت، هختار اهوت. طبعا فوق في اختيارات كتيرة ممكن تختار، مثلا ان انت تعمله بالشكل دوت، اهم حاجة الشكل يكون مغلق. طيب انا عايز ابدا اعمل سكادول للقصه دي، فهروح هنا للسكادول واقول له نيو سكادول، فبيقول لي هسميه ايه، فهقول له فيل فور مثلا، هنا هسميه ايه مثلا، ممكن فيل هيبقى عباره عن نيو سكادول ولا دوبليكيت من جدول تاني، فساعتها تديله الجدول التاني، هقول له اوكي، واقول له بقى هنا خلي ده هنا قوس وهنا قوس، نقفل القوس، وهنا ده element type is، واجي على السهم اللي هنا واقول له fill واقول له اوكي. طيب تعالى نفتح بقى الجدول دوت، هاجي هنا ادوس عليه مرتين يظهر معايا الجدول دوت. طيب مفيش اي معلومة خالص، خلينا ندخل schematic setting وابدأ بقى اضيف الفيلز اللي انا عايزها. يعني ادخل هنا على البرامتر واقول له انا عايز مثلا fill category، عايز مثلا المحيط بتاعه، عايز مثلا التايب، عايز كل المعلومات اللي انت عايز تحطها ابدأ ضيفها من هنا، اقول له اوكي، هيبدأ يظهر لي الجدول بشكل ده. لو انت شايف ان في كتابات غلط تقدر تعدل الكتابة او تصغر الخطوط نفسها تخليها مثلا 2 فتبقى بالشكل ده، فيطلع معاك الجدول بشكل مظبوط. وفي اي لحظة ممكن تدخل هنا في السكيماتيك سيتنج تزود اي خانة. طبعا الفكرة دي تنفع معاك في اي نوع من انواع الجداول، حتى ممكن تعمل جدول مثلا خاص بالهول اهو، خاص مثلا بالدور، لو في دور يبدأ يظهر معاك، تبدأ تحط البارامتر واول ما ترسم اي حاجة الجدول اوتوماتيك تبدأ تظهر فيه الارقام والاعداد.